مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم سواء داخل المغرب او لا خارجه على اثير اذاعتنا R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند اول اذاعه في الويب موجهه خصيصا لمغاربه العالم. فقره هاكس ويك مستمعينا كرافقكم في مجموعه من لي زاستوس اللي يقدروا يبدلوا حياتكم اليوميه. فصل الشتاء مستمعينا كتزاد فرص انتشار الفيروسات في المنزل بسبب عدة عوامل كتشارك في خلق بيئة ملائمة لهذه الكائنات الدقيقة، وكيرجع لهذا الشيء لمجموعة من الأسباب اللي كتؤدي لزيادة تكاثرها، أبرزها نقص التهوية وازدياد الرطوبة وتقلب درجة الحرارة. لهذا الشيء غنقترح عليك سيدتي مجموعة من النصائح اللي غادي تعاونك في تنظيف المنزل ديالك من جراثيم والفيروسات اللي تقدر تهدد صحتك وصحة عائلتك. أول خطوة تقدري تقومي بها هي تعقيم المنزل من فينة لأخرى. ملي كنتكلم على التعقيم فكنقصد به استخدام محاليل تبييض قوية ومواد كيميائية خاصة بالتعقيم حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، بحيث يمكن هذه العملية أنها تساعد في التخلص من غالبية الجراثيم على الأسطح والأشياء. ومن الأفضل أنك تركزي على مقابض الأبواب ومفاتيح الإضاءة والمناضد والطاولات ومقابض وأزرار الأجهزة الكهربائية، وإعادة العملية باستمرار في حالة وجود شخص مصاب بنزلة برد داخل المنزل. ثاني خطوة هي تنظيف الفراش وأغطية الوسائد. كتراكم البكتيريا مستمعين بشكل كبير داخل أفرشة النوم والوسادات، لهذا الشيء كنصحك بأنك تغيري الأغطية باستمرار أي بكيفية منتظمة باش هكا تمنعي تراكم الأوساخ والأتربة اللي غالبا كتسبب الحساسية. وكيتم غسل أفرشة النوم باستخدام الماء البارد ومسحوق غسيل مناسب، ومن الأفضل تجفيفها بشكل جيد إما عن طريق الشمس أو باستخدام النشافة إذا كانت تعليمات اللي في الوسادة تسمح بذلك. ثالثا التحكم في مستوى الرطوبة. التحكم في رطوبة المنزل كي تعتبر أمر مهم للحفاظ على بيئة صحية ومريحة، يمكن أن يلعب الدور في تقليل انتشار الأمراض وتحسين جودة الهواء في فصل الشتاء، ذلك عن طريق استخدام مرطبات الهواء لزيادة الرطوبة في المنزل خاصة إذا كان الهواء جاف، فهذا يساعد في تجنب جفاف الجلد والتهيج التنفسي. ومن الأفضل أن تتراوح مستويات الرطوبة بين 40% إلى 60%، شيء اللي يقلل من خطر انتشار الفيروسات داخل المنزل. وأخيرا مستمعينا تنظيف مدخل المنزل باستمرار. تنظيف مدخل المنزل بشكل دوري هو خطوة مهمة للحفاظ على نظافة المنزل وتجنب دخول الجراثيم والأوساخ، وذلك من خلال تنظيف الأحذية، ضع سجادة أمام باب المنزل، كما بإمكانك أيضا وضع فرشاة صغيرة لتنظيف الطين والأتربة. بهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية فقرة هاكس ويك، رفقة ممتعة مع باقي برمجات R212 لا ويب راديو دي ماروكان دو موند.